السلام عليكم ورحمة الله. درس اليوم اللغة الإنجليزية للصف الخامس الإعدادي، عندي كتاب الملون صفحة 10، يونت 1 لسن 5، اليونت الأول الدرس الخامس. يقول لك you haven't met him have you؟ أنت لم تقابل أليس كذلك؟ أنت لم تقابل أليس كذلك؟ نعم. Listen and mark the sentences true or false or don't know. يقول لك استمع وأشر الجمل، يعني خلي إذا صح true وإذا false false وإذا لم تعرفه دي كي، هاي اختصار مال don't know. Number one، خالد wants Martin come to super. يقول لك خالد يريد من مارتن المجيء للعشاء، ترو. تو، مارتن سبيك جود عربيك. يقول لك مارتن يتكلم اللغة العربية، لا أعرف، دي كي. ثري، مارتن از ستاينج وذ خالد، مارتن يبقى مع خالد، فولس. فور، خالد ماذر نيفر كوكس، أم خالد أبدا لم تطبخ، فولس. 5. مارتن has never met حسن. يقول لك مارتن لم يلتقي بحسن، ترو. 6. خالد has been to England. خالد has been to England. خالد كان في انجلترا. دي كي، لا اعرف. Look at the sentences from the conversation that complete the rules. يقول لك انظر إلى الجمل في المحادثة واكمل القواعد. But it's Ramadan, isn't it? لكن إنه شهر رمضان، أليس ذلك؟ You're fasting, aren't you? أنت تصوم، أليس كذلك؟ It's called after, isn't after, isn't it? يقول لك إنه يدعى إفطار، أليس كذلك؟ You aren't busy are you؟ هذا إنه أنت ليس مشغول، أليس كذلك؟ You haven't met him have you؟ أنت لم تلتقي به، أليس كذلك؟